بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسأل على الأقسام هنا قال لي هنوات من أصدر إلى 45 أصدر. إيه موضوع بقى الأقسام؟ أولا هنا في المسائل، في المسائل لو ما جبتش سيرة إن صفر التدريج في النص اللي جابها له يبقى صفر التدريج أقصى لصفر. يبقى إذا إحنا عارفين كلنا إن هنا جابها له يبقى صفر التدريج في المنتصف عشان بيستخدم الجلفان في تحديد اتجاه الطيارة. تمام؟ ده لما هيبقى جلفان، بس واضح ان جلفان هيبقى متر وهيبقى فولت متر والكلام ده، فبيخلي صفر التدريب اقصى لصفر. يبقى بالنسبه لنا باذن الله في المساء طالما ما قالكش الجلفان وصفر التدريب في المنتصف يبقى على طول يا رجاله صفر التدريب جلفان اقصى لصفر. يبقى في المسائل طالما ما قالكش صفر التدريج الجلفان في النص يبقى اكيد هو صفر التدريج الجلفان اقصى لصفر. ليه لا؟ الجلفان بقى هيحوله يبقى متر وفوق تاني. فهنا ده صفر التدريج اقصى لصفر. هنا دي الاقسام بتاعت الجلفان. واحنا عارفين يا رجاله ان التدريج الجلفان المنتصب لا زاوية الانحراف تتناسب طبيعي مع شدة الطيارة. زاوية الانحراف تتناسب مع شدة الطيارة. ليه؟ لأن هو انت عارفين ان سلم قطبين مغناطيسيين مقعرين دائمين فبيخلوا خطوط الفيل على شكل أنصاف أقفال اسطوانة الملف يترتب عليها حجمين دائما مستوى الملف موازي لخطوط الفيل. هنا اثنين كثافة الفيل ثابتة في الحيز الذي يدور فيه الملف وبذلك تصبح زاوية الانحراف تتناسب طرديا مع شدة الطيارة. يبقى هنا زاوية الانحراف تطردي مع شدة الطيارة. فمثلا ده يمثل قسم 2 3 4 5 6 ادي 7 ادي 8 ادي 9 ادي 10 دول 10 اقسام. فهنا دول 10 اقسام قدامي. فلو قلت القسم الواحد ب 5 ملي امبير يبقى هنا 5 يبقى كده 10 ملي يبقى هنا 15 ملي هنا 20 ملي 25 ملي 30 ملي 35 ملي 40 ملي 45 ملي 50 ملي امبير. صح كده؟ يبقى اذا معنى ان شده التيار باذن الله بتساوي عدد الاقسام في قيمه القسم الواحد. قيمه القسم الواحد دي اللي هي بنسميها دلاله القسم. دلاله القسم يعني قيمه القسم الايه؟ الواحد. فهنا لو انا عندي دلاله القسم الواحد هي 5 ملي امبير 5 ملي امبير. فلو هنا قسمين يبقى 2 في 5 يبقى 10 ملي امبير. او القسم عليه تاني هتلاقي مكتوب 10 ملي امبير. لو انا هنا عايز شده التيار هنا التي تجعل المؤشر ينحرف الى نص التدريب. حلو. نص التدريب هما كام قسم؟ قال لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى اذا هنا هما 10 اقسام نص التدريب يبقى عدد الاقسام ده يبقى 5. دلاله القسم الواحد ب 5 ملي امبير يبقى يطلع حاصل الضرب 25 ملي امبير. يبقى شدة التيار اللي بتخليه يروح إلى نص عدد الأقسام يبقى 25 ملي أمبير. نص عدد الأقسام يعني 5 أقسام أدي القسم 2 3 4 أدي 5 يبقى فعلا عشان يجي للنص يبقى 25 ملي أمبير. عايز شدة التيار التي تجعل المؤشر ينحرف إلى نهاية التدريب. نهاية التدريب يعني إذا لغايه هنا القسم رقم 10 يبقى 10 اقسام في دلاله القسم الواحد اللي هو 5 ملي امبير يطلع النادي 50 ملي امبير. فعلا اللي كان يروح لنهايه التدريج 50 ملي امبير. يبقى قانون شده التيار بتساوي عدد الاقسام في قيمه القسم الايه؟ الواحد. نبتدي بقى نشوف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جلفان مفسر الى 45 قسم. مقاومه الجلفان 12 اوم. اذا مر تيار به 30 ملي امبير ينحرف المؤشر الى 15 قسم. عايز دلاله القسم الواحد
يبقى انا عندي الى شرب في الطيران بنساوي عدد الاقسام في دلاله القسم الواحد يعني شدة التيار 30 ملي أمبير يعني 30 في 10 أسطوانات بيساوي عدد الأقسام اللي هو 15 قسم في دلالة القسم يبقى نقسم على 15 نقسم على 15 يطلع بإذن الله أولا رجالة دلالة القسم الواحد بتساوي 2 في 10 أس ناقص 3 اللي هي رجالة 2 مللي يبقى كده بالظبط. عايز أقصى تيار يتحمله الجدران، أقصى تيار هيروح لنهاية الإيه؟ التدريب. يبقى في الوقت ده أقصى تيار يتحمله الجدران بإذن الله بيساوي هيساوي يا رجالة عدد الأقسام في دلالة أو القسم الواحد. دلالة القسم الواحد لسه جايبينها 2 ملي أمبير 2 في 10 أس ناقص 3 في عدد الأقسام يبقى 45 قسم لأنه عايز أقصى حاجة، أقصى حاجة من نهاية التدريب. يبقى هنا هيطلع الأقصى ده 90 ملي أمبير 90 في 10 أس ناقص 3 يبقى 90 مللي. بعد كده بقى خلاص هنا بدا اقصى التيار يتحمل مكيفات وحقيقه بالنسبه لنا اللي هو القيشه. عايز قيمه مكثف التيار اللازمه لتقليل حساسيته الى الفوز. يبقى كده اي جي على بتساوي فوز. احنا عارفين يا رجال ان في الاميتر بيكون الاي اكبر من الاي جي بينما في الاوميتر اي جي هو اكبر من الاي ما ينساش دي الكلام. فاحنا عندنا خلاص هو عايز قيمه مكثف التيار يبقى ار اس بتساوي اي جي فار جي على اي ناقص وهنا زي ما انت شايف كده الاي هتساوي 5 اي جي، الاي هتساوي 5 يبقى هنقول مبدأ الاي دي ونحط هنا 5 اي جي يبقى البسط اي جي في ار جي والمقام بقى 4 اي جي يبقى اي جي راح مع اي جي يبقى ار جي على 4 هو الجلفان مقاومته 12 اوم يبقى ده الار جي يبقى ار جي 12 والار على 4 يبقى يطلع ده 3 يبقى ده قيمه مكثف التيار هنا لتحويل الى اميتر حساسيته اللي عند الفوكس حساسيته. بعد كده عايز قيمه مضاعف الضغط اللي هي الار لتحويله الى فولتاميتر يقيس فرق جهد اقصاه 21.16 يبقى ال في بتساوي اي جي افتح بوس ار جي زائد ار الفي اقصى فرق جهد عايز 21.16 الاي جي ده 90 في 10 اس ناقص وهي الار جي عندي 12 يبقى عايز الار بمعدل صوت بالاله او بالخلاف القانون بتاع ار ام بتساوي V ناقص اي جي في ار جي ناقص في جي على اي جي سواء ده او ده اللي هو هنعوض على في هنا 21.16 ناقص الاي جي 90 في 10 اس ناقص فار جي عندنا كام رجاله كبار عندنا ار جي 12 على اي جي 90 في 10 اس ناقص سواء من هنا او من هنا زي ما انتوا عايزين هيطلع قيمه الار ام بسم الله الرحمن الرحيم تطلع الار ام تساوي هنا 240 ناقص 12 يبقى تطلع هنا 240 ناقص 12 يبقى 240 ناقص
هنا باسم الله ادي 2 3 هنا او 2 28 كده رقم بي بغض النظر عن المساله زي المساله اللي قبلها بالظبط ده تدريج الجلمان فتدريج الجلمان هو تدريج منتظم لان زاويه الانحراف تتناسب طبيعيا مع شكل الطبيعي فانا مثلا عملت ده تدريج للجلفان بالملي امبير يعني 0 4 ملي امبير 8 ملي امبير 12 16 20 وهكذا فدول هنا ده باذن الله قسم 2 3 4 5 6 7 8 9 دول 10 اقصى حاجه له كان 40 ملي امبير فيبقى ده مثلا يمثل اي جي يبقى نهايه التدريج هنا 40 ملي امبير اللي دوت نهايه التدريج يبقى اذا ده يمثل نص التدريج يبقى نص التدريج هم دول 10 اقسام يبقى نص التدريج يبقى لغايه القسم الخامس ادي قسم 2 3 4 5 يبقى ده نص اي جي فعلا هو تدريج منتظم هنا نص التدريج 20 ملي امبير نهايه التدريج هنا 40 ملي امبير تدريج الجلمان تدريج منتظم زاويه الانحراف تتناسب طبيعيا مع شده التيار تمام والدوام بيسبب بين المقعرين والفيلم اللي احنا لسه قايلينه طيب ده يمثل ربع التدريج هو نهايه التدريج 10 اقسام يبقى ربع التدريج يبقى قسمين ونص ادي القسم ادي الثاني ده النص يبقى بين 8 و 12 يبقى كام؟ 10 ملي امبير. فعلا ب 40 ملي امبير نهايه التدريج ربعها يبقى 10 ملي امبير. طيب ثلاث ارباع التدريج يبقى المحشي جه عندي كام؟ هم 10 اقسام ثلاث ارباع ال 10 يبقى هنا هيبقى كام يا رجاله؟ 7 اقسام ونص ثلاث ارباع في 10 يبقى 7 ونص تعالى نشوف ادي القسم 2 3 4 5 6 7 ادي النص يبقى في النص بين القسم السابع والثاني يبقى هنا 28 هنا 32 28 زائد 32 على 2 يبقى 30 ملي فعلا ما هو نهايته 40 ملي امبير 40 ملي امبير ده نهايه التدريج ثلاث ارباعه يبقى هتبقى 10 ملي هتبقى 30 ملي فعلا يبقى ده التدريج بتاع الجلفان والتدريج في القانون تعالوا نشوف بقى دور تاني 2015 قال لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم جلفان ذو ملف منحرف اقصى زاويه انحراف له اقصى زاويه انحراف له 80 ملي 80 درجه اقصى زاويه انحراف له من وضع صفر 80 درجه يعني مثلا هنا من هنا لهنا نسبه 80 درجه. يبقى 80 درجه دي ودته لنهايه ايه؟ التدريج، واحنا عارفين ان حساسيه الجلفان بتساوي السيتا على اي جي. ده نهايه تدريج الجلفان. يبقى السيتا دي اقصى زاوية انحراف للجلفان عن وضع أصلي. تمام. طيب بقى لو جيت هنا قلت مثلا نص الزاوية دي يبقى نص القيمة دي. هنا حساسية هنا سبب للجلفان الواحد. فلو جيت هنا زي كده زاوية الانحراف دي مثلا ب 80 درجة بتدل على تقريبا 40 ملي امبير يبقى اذا 40 درجة يبقى دي تمثل نص ال 80 يبقى اذا هيدي لك نص التيار يبقى هنا هيبقى 40 ملي امبير يبقى اذا لو انا كتبت هنا السيتا واحد يبقى هنا على اي واحد لو السيتا دي نص اقصى زاوية انحراف للجلفان يبقى الاي دي يمثل نص اقصى طيار يمين للجلد. فهنا المسألة بتاعتنا بتقول هنا جلفان وقف
زاوية الانحراف بتاعته اللي توديه لأقصى حاجة، يعني أقصى زاوية انحراف له ب 60 درجة، ب 80 درجة. بعد كده يقول إيه؟ فإذا مر تيار شدته 30 ملي أمبير كانت زاوية الانحراف عن الصفر 30 درجة. يبقى إذا تيار شدته 30 ملي أمبير جعل زاوية الانحراف 60 درجة. يبقى إذا زاوية الانحراف 60 درجة نتيجة مرور تيار 30 ملي أمبير. يبقى إذا هنا قاسم ده على ده يطلع هنا رجالة 2 تجريع درجة لكل ملي أمبير. اللي أنت لو عايز تحولها يبقى بالتالي هنا هقسم الجدول بيساوي 6-1 على أي واحد. يبقى هتساوي بالنسبة لي زاوية الانحراف 60 درجة بناء على مرور تيار شدته كام يا جماعة؟ 30 في 10 أس ناقص 3. يطلع هنا بإذن الله الناتج 2000 درجة لكل أمبير. اللي هي 2000 درجة لكل ملي أمبير. يبقى ده اسمه أنا كده جبت حساسية الجدول. وبالتالي لما أنا جبت حساسية الجدول أقدر كده أجيب له أي شيء ولا ما أقدرش أجيب له أي شيء يا رجالة؟ مع كأنها نسبة وإيه؟ صح كده رجاله؟ فهمت؟ زاوية الانحراف الكلية على التيار الكلي، زاوية الانحراف 60 درجة على التيار العملي اللي هو 30 ملي أمبير. يبقى أقدر أجيب كده، سواء بعد ما جبت حسيت الجلفان دي اللي هي طلعت 2000 درجة لكل أمبير. أقدر كده أجيب مين؟ الأجي، سواء من هنا سواء من هنا زي ما أنا عايز. يبقى إذا الأجي دي بقى هتساوي بالنسبة لي كم على كم يا رجالة؟ 80 على 1000. يبقى هنا الصفر ده مع الصفر دوت، يبقى هنا هتبقى بالنسبة لي الصفر دوت مع الصفر ده، وهنا بعد كده لما اقسم على 2 يبقى دي تطلع 4 على 100، يبقى يطلع الاي جي 4 على 100. يبقى كده جبت تاني مفروض اللي هو الـ IG 4%. عايز أقصى تيار يمكن أن يقيسه الجهاز. إذا بص لها منجزة طيب أنا أحوله لأميبا. مقاومة المنجزة 1% من مقاومة الجلبان. يعني ده معناه إيه؟ إن هنا RS بتساوي 1% مش R من RSF مقاومة الجاز بتساوي 1%، مش 1% بس، 1% من الكارشن، 1% من مقاومة الجافان. خلي بالكم احنا ما بنقراش السؤال الاخر، كنتوا عارفين ان ساعات بطلع في الكلام ده وما بقراش الكلمه الاخيره، عشان كده معظم المرات بتقرا السؤال ما بتكونش بالها من بقيه السؤال. يقول لك عايز مين اقصى تيار يمكن ان يحدثه جهاز اللي هو بتحط الاميبا. إذا بص لها ملف الجلفان ومجازة التيار مقاومة 1% من مقاومة ملف الجلفان. يبقى هو عايز R بتاعت الأميبا لما يحط RS بتساوي 1% IG. فإحنا عندنا القانون بتاعنا I بتساوي IG في RG على RS زائد الRG. هنا اي جي جبناها مع بعض اسلام 4% في اي جي على ار اس اللي هي 1% ار جي زائد الاي جي احنا جبناها 4%. هتلاقي ار جي بتروح مع ار جي و 4% على 1% فيها 4 4 زائد 4% تطلع 4.4%. دي زي مسألة السودان 49 تقريبا. كان في الوقت نهاية تدريجه 500 ملي أمبير، يبقى ده الأي جي. لما مر تيار في الجلفان وحضره 100 ملي أمبير، يبقى ده التيار بيبقى هسميه أي بقى؟
جعل فرق الجهد بين الطرفين بيساوي 80 ملي فولت. يعني ده هنا مثلا جبنا تدريبه صفر كذا 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 كذا، فنهايه تدريبه ده الاي جي كم بكم؟ كم ب 500 ملي امبير. لما مر التيار شدته مثلا 100 ملي امبير، مر التيار شدته مثلا 100 ملي امبير في هذا الكلام، ده التيار اللي بيمر، كان فرق الجهد في الوقت ده قدره 80 ملي فولت، فده سميه فرق الجهد في واحد من الطيارين. يبقى ده اللي بيقولوا كان فرق عندما كان نهايه تدريبه، يبقى ده اي شيء ده نهايه تدريبه 500 ملي امبير. فلما مر فيه تيار 100 ملي امبير اكيد ما بقاش منحرف لنهايه تدريبه، فده الطيار اللي ما بقاش فيه 100 ملي امبير. لما مر في طيار 100 ملي امبير اصبح فرق الجهد 80 ملي فولت، يبقى انا عندي فرق الجهد والتيار بتاعه اقدر اجيب مقاومه الجلفان. ليه بقى؟ لان الار جي بتساوي الفي جي على الاي جي. الفي جي ده اقصى فرق جهد بين طرفي الجلفان على اي جي نهايه تدريج الجلفان بيساوي في على ار. ده التيار المار في الجلفان، وده فرق الجهد بين طرفي الجلفان لما مر بيه هذا التيار. فانا سميت فرق الجهد هنا بين طرفي الجلفان في واحد عند مرور تيار شدته اي واحد، فهنا هي نسبه وتناسب، لان فرق الجهد يتضاعف وشده التيار تتضاعف، ولكن مقاومه الايه؟ الجلفان تظل ايه في السنه. يبقى اذا هنا هو جه قال لي اقصى تيار يمر في الجلفان 500 ملي امبير. ماشي، يبقى ده اسمه. فلما مر التيار ب 100 ملي امبير اكيد ما بقاش منحرف للنهايه. جعل هذا التيار فرق جهد بين طرفي الجلفان 80 ملي فولت. يبقى ده لو انا قسمت فرق الجهد ده اللي بين طرفي الجلفان على التيار اللي مر بيه الجلفان في الوقت ده هجيب مقاومه الجلفان. طب لو تضاعف التيار هتضاعف قصاد فرق الجهد وتصلي مقاومه الجلفان السابقه. يبقى انا هنا يا باشمهندس كيميا الفار عندي فرق جهد بين طرفي الجلفان 80 ملي امبير. امتى؟ لما مر بيه تيار كام؟ 100 ملي امبير. يبقى انا بقسم فرق الجهد عند هنا من طرفي الجلفان اللي سببه التيار اللي هو 100 ملي امبير، يبقى يطلع ده 8 من 10 دي مقاومه الجلفان. يبقى انا دلوقتي هو عندي جلفان ار جي بتساوي 8 من 10. ار جي اللي هو اقصى تيار يتحمله ملف الجلفان ده هو بيقول 500 ملي امبير 510. عايز بقى هو قيمة مجزر الطيران، عيب قيمة مجزر الطيران اللي تعمل ايه؟ اللي تخلي هنا اقصى طيار يقيس هذا القيمة 2 امبير. ما انت لما تحط مع الجزر المجزر على التوازي يبقى تحول لامبير، يقيس طيار اقصى 2 امبير. يبقى اذا هنا هو عايز يقدر ايه؟ الار اس. يبقى ار اس بالكلام الثاني اي جي فار جي على ار ناقص ار جي. اقصى تيار بيوصل اجيتا من 2 والاي جي 500 في 10 اس 3 500 في 10 اس 3 والار جي احنا جبناها مع بعض بكام؟ 8 من 10. يطلع الار اس باذن الله 4 2 على 15 باذن الله. يبقى نيجي الجواب نقول له ايه؟ نصر الجلفان بمقاومه
مجازفة طيارة على توازي قدرها 2/15. أربعة آسف يا جماعة، أربعة 15 مش 14. كيف يمكن تحويل الجلبان إلى طول تانية تقريبا اسمها جودة أقصى 5 طرق؟ آدي الجلبان، إحنا جبنا رقابة الجلبان بكام؟ ب 8/10. جبناها إزاي؟ لما جه هنا آد نصل هنا اللي هو لما مر في 300 مللي أمبير كان فرق الجزء من الطرفين 80 مللي اللي هي جبنة الأخير 8/10. عايز يحوله في التمييز يبقى تحط له أرجل مع التوازي فأصبح في التمييز يقيس فرق الجزء أقصى كام؟ 5. يبقى هنحطين عايزين الأرجل يبقى أرجل بتساوي في ناقص بي جي على الأرجل. الفي عندنا بكام؟ 5. الفي جي دي عبارة عن أي جي في أر جي، إحنا عندنا هو منين الأي جي 500 مللي أمبير. يبقى ده الأر بي جي عبارة عن أي جي في أر جي. يبقى اللي هي 500 في 10 أصولها في 3 في الأر جي نحتاج لها 8/10 على 500 في 10 أصولها. إذا هيطلع الأر إل هنا بإذن الله بي 9 تقريبا 2/10 أو. يبقى الإجابة نصل الجالفانومتر بمقاومة بإذن الله مضاعف الجهد على توالي قدرها 9/2. في البداية مكاسب تعرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة زي بتاعت أصغر 2011 و2016 تعرفين المفروض بإذن الله جالفانومتر مقاومة 10 او. يبقى هنا ال ار جي باذن الله بيساوي 10 او. نهايه تدريبه يبقى ده ار جي ضغط بيساوي 40 مللي امبير. والصله بمقاومه 7 ومع ثواني، مقاومه 7 ومع ثواني وبطارية قوتها الدفع 1.5 فولت وقوتها الداخلية 1 فولت. احسب قيمة مجزئ التيار. هل حد قال لغاية دلوقتي إن بيمر هنا التيار 40 مللي أمبير؟ ما قالش. بيقول لك نهاية تدريبه إيه ال 40 مللي أمبير؟ تمام؟ فبالتالي بيقول لك هنا وصل مجزئ للتيار مقاومته 5 كام؟ مقاومته ار اس مجزء التيار. عايز احسب قيمة مجزئ التيار اللي لما نوصل على التوازي مع الجلفان يخلي مؤشر الجلفان ينحرف الى يبقى ينحرف الى يبقى ده التيار اللي بيمر، يبقى هنا التيار الذي يمر في الجلبان. خلى مؤشر الجلبان ينحرف الى 3/4 تدريج الجلبان. فانا حسبت التيار اللي ماشي في الجلبان وهنا اي واحد. بيخلي مؤشر الجلبان ينحرف الى 3/4 تدريج الجلبان. يبقى 3/4 في 40 في 10 اس ناقص 3. يعني انا عندي ميزان موجود عندنا في البيت. تدريبه من 0 إلى 100 كيلو جرام، يبقى أقصى حاجة بيقيسها 100 كيلو جرام. ابني طلع وقف فوق الميزان فانحرف المؤشر إلى 3/4 التدريب. يبقى ابني ده معناه كنت فيه قد إيه؟ نهاية التدريب 100 كيلو جرام والمؤشر انحرف إلى 3/4 التدريب، يبقى 3/4 في 100، يبقى معناه إن كتلة الولد ابني ده كام؟ 75 كيلو جرام. يبقى إذا هنا المؤشر انحرف فعليا الى 3/4 التدريج، فنهايه التدريج 40 مللي امبير والمؤشر انحرف فعليا الى 3/4، يبقى 3/4 ف 40 مللي امبير، يبقى يطلع 3 مللي امبير.
يبقى إذا هنا بشمهندسين ده معناه إن بوجود المجذب مر تيار فعلي في الجذاره قيمته اللي هي أي جي ده بتساوي 40 مللي بتساوي 3 من 140. يبقى إذا كده هو عايز قيمة المجذب ده يكون. يبقى دي ما تعتبرش مسألة تخص الفصل الثاني، دي خدعة المسألة الفصل الأولاني أساسا. ليه؟ لأن أنا كده عندي التيار اللي ماشي في مشي جذابه وداه إلى ثلاث أرباع نهاية الطريق، يعني وداه إلى قراءة قيمتها 3% أكبر. يبقى معقول التيار اللي ماشي في جذابه اللي هو 3% أكبر. يبقى أنا أصبح هنا بالنسبة لي أنسى خالص قيمة 40 مللي أمبير خالص ولا كأن خالص. يبقى أنا كده عندي دايرة كهربية قدامي فصل أول أدي أر هيجي التيار عند العقدة إكس يجزء أي واحد شرط أي شرطة ب 3% أمبير وهنا أي 2 مثلا. هيجي عند العقدة واي يتجمعوا يبقوا أي مرة وأنا عندي التيار اللي ماشي فوق ده اللي هي أي شرطة بتساوي 3% هو عايز قيمة خالص. يبقى دي مسألة الفصل الأولاني وسهل. أه أنا دايماً عودتك إن أنت الفصل الأولاني تحله بمين؟ بكرشوف. خلاص اتفرج على الحشرة اللي فوق. ده اتجاه دفع من الطريق، الطريق طلع من هنا أر. كل ضايع جزء أي شرطة وأي دي، هيتجمع ده أي دي. يبقى هناخد المسار المغلق. شايف المسار المغلق اللي أنا بشير علينا؟ ده المسار المغلق اللي انا هشوفه. يبقى شايف المسار ده نيجي نحل كده بسم الله الرحمن الرحيم. سيجما في دي بيساوي سيجما اي. البطاريه هنا 1.5 فولت. اللي ماشي في التيار اسمه اي يبقى موجب اي في المقاومه ار اسمه اللي هي 1 زائد هنطلع ناخد المسار الاولاني. شايف المسار اللي بنسرق ده مش عارف. اشتغل بك نشوفه المسار الاولاني. يبقى هنا سيجما في بي بيساوي سيجما اي فار. يبقى اذا هنا موجب في بي اهي الاول اهو موجب في بي. بيساوي موجب اي فار سكور زائد اي شرطه فار شرطه زائد اي في سبعة المسار المغلق. شوف اللي هو يعتبر قطر الدايره للمغلقه يا باشمهندس وابتدي اعوضها موجب 1.5 بيساوي الاي مش عندي فار سكول بواحد زائد اي شرط عندي 3% فار جي بكام؟ ب 10 لان الطار اللي ماشي هنا مش 4 جنيه مش 40 مللي امبير 30 مللي امبير لان المؤشر بيتحرك الى 30 مللي امبير زائد ار في 7 يبقى هنا ار و7 اي بدل 8 ار يبقى 1.5 ناقص 8 ناقص سوري اللي هي حصل ضرب دول اللي هي 3% في 10 في 10 بسم الله الرحمن الرحيم بيساوي ار و7 اي بدل هنا 8 ار يبقى هنا اقسم بعد كده على 8 اقسم بعد كده اللي هو بعض المدرسين بيقولوا ايه؟ ارسم الكوار ده اللي هو هنا هنطرح الاول الفي دي عندك واخده ايه؟ ونص اطرحها من فرق الجهد هنا واللي طالع يقسمه على بقيه مقاومات الدايره اللي على الطريق واحد ونص ناقص فرق الجهد في الحته دي اللي هي 3% في 10 على مجموع مقاومات بقى بقيه الدايره اللي على الطريق اللي هي 7.1 هيطلع لي الاي هنا باذن الله 15% 5 كده جبت هنا الاي طلع ب 15% وعندي اي شرطه ب 3% يبقى كده جبت اي 2 اللي هو اي بيساوي اي شرطه زائد اي 2 اي بتاعها 15% اي شرطه ب 3% زائد اي 2 يبقى اي 2 هنا بتساوي 12% يبقى انا كده جبت اي خلاص عارف ادرس اهو يا باشا اي 1 في ار جي بيساوي اي 2 في ار اس اي 1 شرطه 3 مليون
واي من 12 ار جي عندنا بكام؟ ب 10 خلي بالك هذا ار اس الثاني 2.5 فوق هاي تقريبا 1 ملي امبير فقط يبقى ده زي ما احنا متعودين جلبانه اهو مقاومته بسم الله الرحمن الرحيم كم الشيكو نهاية التدريب بطل اي جي كم؟ 1 ملي امبير وصل بمجازة الطيارة على التوازن اي مجازة الطيارة على التوازن خالص مقاومته 5 اوم كده بقى مين؟ عايز اقصى طيارة يسلم يبقى ايه؟ خلاص يبقى عايز يقارن اي مساوي بسم الله الرحمن الرحيم اي جي في ار جي على ار اس زائد اي جي يبقى اي جي عندنا 1 في 10 اس ناقص 3 في ار جي اللي هي بكام؟ ب 20 على ار اس اللي هي ب 5 زائد اي جي 1 في 10 اس ناقص 3 يطلع الناتج ده كله على بعضه 5 في 10 اس ناقص 3 امبير يبقى 5 في 10 اس ناقص 3 يبقى احنا كده جبنا الاي 5 في 10 اس ناقص 3 بعد كده ثم وصل مضاعف للجوه ثم يبقى بيكمل وصل مضاعف للجوه مقاومته 500 اوم على التوالي مع التنفيذ ده الاميره لو انا حطيت هنا مع التوالي مع الجلفان لو انا حطيته هنا مع التوالي مع المجاز ده كله الاميره على التوالي مع الاميره يبقى ضهر يبقى ضهر ام بتساوي كام يا باشمهندس 500 على التوالي مع الانوتر على التوالي مع الانوتر يبقى مع الانوتر عايز اقصى فرق بودي يسوي فولتاميتر الفولتاميتر يبقى من هنا ومن هنا ده احنا عارفين كم قانون فولتاميتر في بيساوي اي جي افتح قوس ار جي زائد ار ام بس ده كان هنا الموضوع كان مضاعف الكوردون كده على التوالي مع مين؟ مع الجلفان صح؟ لكن هنا هو قال مضاعف الجوه ده على التوالي مع الاميتر يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى بدل الشيدة تبقى ايه؟ بدل الشيدة يبقى ايه؟ كده يبقى مضاعف على التوالي مع الاميتر يبقى لا يبقى تشيل حرف الجي وتحط بدل حرف ايه؟ يبقى الحل هنا هيبقى ار ام بكام عندنا؟ ار ام عندنا بكام؟ مقاومه الاميتر مكافئه الدور يبقى 20 في 5 على 20 زائد 5 قال لي طيب طيار الاميتر طيار الاميتر اللي هو بكام؟ 5 في 5 يطلع الناتج باذن الله هنا هيبقى ده 504 في 5 يبقى هنا قال لي 5 في 10 اس ناقص 3 في 501 يطلع الناتج هنا باذن الله هيطلع هنا تقريبا 2 علامه هنا 5 هنا تقريبا ادي 5 25 ادي هنا بسم الله الرحمن الرحيم ادي هنا 20 ادي 2 و2 وهنا 5 25 يبقى دي قيمه 50% هتبقى فاضي تمام؟ هنا المسألة بتاعتنا الثانية جال فانومتر مقاومته 20 اوم اهو جال فانومتر مقاومته 20 اوم ادي ار جي 20 اوم نهاية التدريب يبقى ار جي بتساوي 1 في 10 اس ناقص 3 امبير وصلها بمجسم الطالع على التوازن مقاومته 5 اوم مجسم الطالع على التوازن مقاومته 5 اوم ار اس عايز اقصى تيار يسر اميتر عايز اي نفس البدايه هناك هيبقى بالنسبه لنا اي بتساوي اي جي في ار جي على ار اس زائد اي جي هيطلع نفس الاجابه اللي هي 1 في 10 اس ناقص 3 في ار جي ب 20 على 5 زائد 1 في 10 اس ناقص 3 يطلع ده باذن الله 5 في 10 اس ناقص 3 دي الامر جبنا الامر واذا واذا رجع للاول
لكن ثم يبقى بيكمل، يبقى هنا بيكمل على الحاله السابقه. لكن هنا قال يا رجاله الغبار، قال لك واذا، واذا يبقى هترجع من الاول. واذا وصلنا مضاعف للجهد مقاومته كذا قمع التوالي مع الجلفان، يبقى نرجع من الاول. يبقى ده الجلفان ار جي مقاومته 500 قوم. نهايه تدريب الجلفان كانت مقاومته كام؟ اسف 20 قوم. نهايه تدريبه 1 في 10 اس ده الجلفان. وصلوا بمضاعف الجهد على التوالي ار ام مقاومته 500 قوم. احسب اقصى فرق جهد يسوده. يبقى هنا الوصل مضاعف الجهد على التوالي مع الاميتر، لكن هنا قال لك هيوصل مضاعف الجهد على التوالي مع الجلفان مش معروف. عايز بقى هنا قيمه اقصى فرق جهد، يبقى في بتساوي اي جي افتح بوست ار جي زائد ار ام. هنا لانه اي مضاعف الجهد اهو على التوالي مع مين؟ مع الجلفان هو اللي، لكن هنا ضعف الجهد على التوالي مع التميتر قال لي مش مع الجلفان. يبقى بالتالي هنا هتبقى دي هنا 20 وديت هنا 500 والاي جي دي 1 في 10 اس ناقص يطلع ايه؟ 1 في 10 اس ناقص 3 في هتبقى 520. يطلع النتيجه هنا باذن الله علامه 5. يا جلانوميت مقاومته 20 قوم. ده جلانوميت مقاومته 20. نهاية تدريبه 1 مليار جنيه، يبقى 1 في 10 اس ناقص. وصلنا بمضاعف للجهد على التوالي ار ام مقاومته كام؟ 80. بسم الله الرحمن الرحيم. احسب اقصى فرق جهد يقيسه في الفيرنس اهو من هنا ده الفيتامين. يبقى في بيساوي اي جي افتح قوس ار جي زائد ار ام. بسم الله الرحمن الرحيم. اي جي عندي 1 في 10 اس ناقص 3. ار جي ب 20 ار ام ب 80 يطلع ده كله على بعضه ب 1 من 10. ثم وصلنا، ثم يبقى بيكمل زي ما خدنا من شويه، وصلنا طرفي الفولتامين. ما هو ده كله على بعضه اسمه فيتامين ار جي وار ام مع التوالي. ثم وصل طرفي الفولتاميتر بمجزء التيار مقاومته 5 اوم على التوازي، يبقى الشكل ده كله اصبح امين. يبقى جلدانه حوله فيتاميتر وفيتاميتر حوله امين. احسب اقصى تيار يقيس الامين. يبقى عايز فاحنا عارفين ان ار بيساوي اي جي ار جي على ار اس زائد اي جي. ده لما كان هنا يا باشمهندسين المجزئ على التوازي مع الجلفان، لكن هنا المجزئ على التوازي مش مع الجلفان، مع الفولتاميتر. يبقى على التوازي مع الفولتاميتر، يبقى بدل اي حرف جي هيبقى في، اي حرف جي يبقى في. ليه؟ لانه قال المجزئ على التوازي مع الفولتاميتر، يبقى ار اس على التوازي مع الترشيح. يبقى اي حرف كان جي هيبقى في. يبقى اذا هنا مقاومه الفولتاميتر عندي كام؟ الفولتاميتر اصبحوا، يبقى مقاومه الفولتاميتر بمين؟ في التيار بتاع الفولتاميتر اللي هو 1 في 10 اس ناقص 3. ولو انتوا خدتوا بالكم حصل الضرب ده 1 من 10 فولت اللي انت جبته في المطلوب الاولاني، فرق جهد الفولتاميتر 1 من 10 اللي هي 1 من 10 فولت. الاي اللي كان فهم هو اي الفولتاميتر اللي هو 1 في 10 اس ناقص 3. ما دام الفولتاميتر 1 في 10 اس ناقص 3 طيب على ار اس للذهبي 5. يبقى يطلع النتيجه هنا دوت هنا يا شباب هيبقى 105 قد ايه؟ من 10 زائد 1 في 10 اس ناقص 3
اللي هي هتبقى علامة هنا، هيبقى هنا من 20 في 10 أس بلس 3 هي 20 بقى 2%، يبقى هنا هتبقى علامة 0.1. يبقى ده أقصى تيار للأهداف. لو كنت عايز تحلها بالفصل الأولاني، فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد ده، يبقى 1% يقسمه على 5 هيجيب الطالب ماشي هنا ب 2%، يبقى 2% زائد ده هيطلع بإيه؟ 21. هنا جالفين مقاومته 20 اوم، قال لي جالفين مقاومته 20. نهاية التقرير يبقى اي جي 1 في 10 اس بلس. بصينا بمضاعف الجهد على التوالي، ار ام مقاومته بتساوي 80. عايز اقصى فرق جهد يقيسه الفولتميت، يبقى في بيساوي اي جي فار جي زائد ار ام. القانون كان بينهم ايه؟ مع نفس البدايه، يبقى ده 1 في 10 اس ناقص 3 هنا 20 زائد 80 يطلع 1 من 10. ثم واذا وصل مجزء التيار بقيمه 5 اوم على التوازي مع الجدار، واذا يبقى رجع من الاول هنا ثم بيكمل، يبقى هنا هيوصل مجزء التيار على التوازي مع الجذاب، يبقى نرجع من الاول اهو، ده الجذاب ار جي مقاومته 20 اوم. نهاية تدريبه 1 في 10 اس ناقص 3، نهاية تدريبه 1 في 10 اس ناقص 3، وصل ده بمجزء التيار على التوازي، وصل هنا مجزء التيار 5 اوم على التوازي مع الجذاب، يبقى هنا وصل على التوازي مع الجذاب، لكن هنا وصل على التوازي مع الجذاب. عايز اقصى تيار يقيسه الامين، عايز ار، يبقى قانون اي بتساوي اي جي في ار جي على ار اس زائد اي جي. هنا المجزء على التوازي مع الفولت تمام، هنا على التوازي مع الفولت، يبقى 1 في 10 اس ناقص في 20 على 5 زائد 1 في 10 اس ناقص، يبقى هنا ديت اللي هتطلع 4 في 10 اس ناقص 3 زائد 1 يطلع 5 في 10 اس ناقص 3. يبقى نفرق انه وصل المجزء على التوازي مع الكوكانيتا، وهنا وصل المجزء على التوازي مع الجلفان فقط. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هذه مساله الدور الثاني 2001. دائره كهربيه بها مقاومه 6 اوم. دي مقاومه 6 اوم. وصلها طرفيها بفولتميت، الدائره الكهربائيه هي فيها مقاومه 6 اوم، وصلها طرفي هذه المقاومه بفولتميت. ده فولتميت. مقاومته الدهان 30 اوم. فعندما كان تيار الدائره الاي ب 2 من 10 اوم، انحرف مؤشر الفولتميتر ده الى نهايه التدريب. اقصى تيار يمر في الفولتميتر هو الاي جي، انحرف الى نهايه التدريب. يبقى اذا لازم نقف هنا ونجيب اقصى تيار بيتحمله ملف مين؟ الفولتميتر. يبقى كده هنا دي مساله تعتبر فصل اولاني. انا عايز الطيار ماشي هنا لان الطيار هنا اي جه عند العقده اكس، الجزء هنا مثلا اي واحد وهنا اي جي اللي سبب الانحراف هيجوا يتجمعوا هنا ادي ورا، لانه قال انحرف الى نهايه التدريب. يبقى انا اقدر اجيب الطيار اللي ماشي هنا باي طريقه لينا بقى زي ما كنا بنيجي نعمل فرق الجهد بين اكس والواي بيساوي. لو انا قلت اي واحد في مقاومه 6 اوم، يبقى هنا ممكن اقول اي جي في مقاومه 30 اوم، لان فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد ده، بيساوي فرق الجهد لمكافاه الاثنين دول 6 في 30 على 6 زائد 30. مكافاه دول ماشي فيها اي واحد ولا اي جي ولا الطارق كلي؟ الطارق كلي اللي هو ب 2 من 10. يبقى احنا كده جبنا لخص الضرب هنا 5 فولت، يبقى هنا 5 فولت، يبقى هنا 5 فولت. وانا عايز الاي جي ديت، يبقى اذا الاي جي بتساوي 5 على هنا، سوري ده هنا كف الضرب 5،
تقريبا 10 ينفع الكلام ده، خصم الضرب ده بواحد فولت. يبقى هنا 1 فولت، يبقى هنا 1 فولت، لان هنا 5 تقريبا 10 واحد. يبقى اي جي بتساوي 1 على 30 امبير. يبقى الاي جي ده بقى اسمه ايه؟ اقصى تيار يمر في الجلفان الموجود داخل الفولتميتر ويجعل مؤشره ينحرف الى نهاية تدريب. فاول ما يقول لي انحرف المؤشر نهايه التدريج هقعد 1 على 30 ايه؟ يعني 1 على 30 ده 30 اقصى تيار يمر في الجلبان اللي جوه الفولتميتر ده ويخلي المؤشر ده ينحرف الى نهايه التدريج، فالاي جي بي طلع 1 على 30. جه هنا بيكمل المساله ثم وصلها مضاعف للجهد مقاومته 30 اوم على التوالي مع الفولتميتر ده ايه؟ ادي ار ام مقاومته كام؟ بتساوي هنا 144 اوم بدل 30 بتخليها 144 مقاومته 144 اوم 144 اوم على التوالي مع الفولتميتر. اول ما حط المقاومه دي يبقى مقاومه الفرع ده ككل هيحصل لها ايه؟ المقاومه هنا هتزيد. اول ما المقاومه تزيد التيار اللي ماشي في الفرع ده طبعا هيقل، يبقى التيار هيقل، يبقى ما بقاش هنا ماشي الاي جي، ما بقاش ماشي هنا اي جي، بقى ماشي هنا ار، هنا اتنين شر، يبقى التيار هنا قل. طالما التيار هنا قل يبقى اكيد التيار اللي ماشي في الفرع اللي فوق هيحصل له ايه؟ هيزيد، يبقى التيار اللي بقى ماشي هنا بقى اي واحد شر. طيب المفروض بقى طيار الدايره ككل يحصل له ايه؟ هنا يا باشمهندسي لما انا حطيت مقاومه دي اتحطت بعديها على التوالي يبقى المقاومه الكليه زادت، فطيار الدايره المفروض ده يقل. المفروض كان طيار الدايره يقل، لان في الاول كانت تعتبر المقاومه المكافاه 6 في 30 على 6 زائد 30 تطلع ب 5 اوم. دلوقتي بقت المقاومه المكافاه 6 في 174 على 6 زائد 174 تطلع المكافاه 5.10 اوم، يبقى المقاومه كده زادت، المقاومه زادت يبقى طيار الدايره المفروض كان يقل. هو اللي فرض في المساله بفرض ثبوت طيار الدايره، هو اللي فرض ان ده كونسنت. ثبته ازاي؟ ممكن يكون جاب بطاريه قوتها الدفع عامه، يبقى قوة دفع زادت والمقاومة الكلية زادت، يبقى ظل التيار الدايري ثابت. لو هو ما كانش ثبت التيار الدايري يبقى المفروض كان يديني قوة دفع كهربية، يبقى من خلال قوة دفع كهربية اقسمها على مكافأة مقاومات الدايرة التوالي ودي التيار الدايري. يبقى خلي بالك لو ادالك ال في بي يبقى انت هتجيب تيار دايري، لو ما ادالكش ال في بي هتلاقي قال لك بفضل سقوط تيار. كان المفروض في الوقت ده قمت دايرة زاد، كانت في الطيار الدايرة ايه؟ هو سبب الطيارات كده. هيطلب هنا مطلوبين، أقصى فرق جهد يقيسه في الفولتميتر قراءة مؤشر الفولتميتر. تمام، الكلام ده كله اتطلب بعد وضع مضاعف الجهد. فهنا عندي مطلوبين، ألف أقصى فرق جهد يقيسه من قراءة مؤشر الفولتميتر. قراءة المؤشر يعني فرق الجهد الفعلي، يعني انا بعتبره ده فصل اولاني، هو اصبح فين الفولتميتر؟ هل ده ولا الاثنين دول مع بعض؟ احنا عارفين لما يحطوا مضاعف الجهد يبقى الشكل ده اصبح الفولتميتر. قراءة المؤشر يعني فرق الجهد الفعلي، فرق الجهد الفعلي يبقى ده فصل اول. يبقى ايه اكبر فرق الجهد هنا؟ فرق الجهد هنا فرق الجهد المكافئ متساويين. يبقى اذا قراءه المؤشر يبقى فرق الجهد الفعلي يبقى فصل اول. يبقى في من اكس لواي الجديده بتساوي اي واحد شرطه في المقاومه 6 اوم.
اي اتنين شرطة في المقاومة اللي هي 30 زائد 144 اما زائد 144 اللي هي 144 او كف الدول اللي هي هتبقى 6 في 174 على 6 زائد 144 فأني طيار في الطيار من كافة الفرعين أختار الكلي اللي بره الدول اللي هي 2 من 10 يبقى يطلع 1.6 يبقى ده اسمه ثرابت الفولتاميتر الجديد. هنا يبقى إذا أقصى فرق جهد يقيسه الفولتاميتر. أقصى فرق جهد يقيسه الفولتاميتر. إيه الفرق بقى بين الاثنين دول؟ أنا دلوقتي عندي مثال موجود في البيت. تدريبه من 0 إلى 100 كيلو جرام. وانا ابني وقف فوق الميزان فالمؤشر انحرف الى نص التدريج يعني 50 كيلو جرام. لو انا جيت قلت لك قراءه المؤشر ده كام؟ هتقول لي 50 كيلو جرام، يبقى قراءه المؤشر يبقى فعليا بيقيس كام. لكن لو انا قلت لك اقصى حاجه ممكن يقيسها الميزان ده كام؟ هل هتبص على المؤشر واقف فين؟ ولا هتبص على نهايه التدريج؟ هتبص على نهايه التدريج اللي هو 100 كيلو جرام. يبقى لما اجي اقول لك عايز اقصى فرق جهد يقيسه في التغيير يبقى تروح تبص على نهايه مين يا باشا؟ على نهايه التغيير. طب هل هنا في المؤشر عند نهايه التغيير لا المؤشر مثلا منحرف هنا بس انا طلبت اقصى حاجه اقصى حاجه يبقى اروح ابص على نهايه التغيير. يبقى انا لما بطلب اقصى حاجه بيقيسها في التغيير ما قلتلكش عايز الحاجه الفعليه عايز المدى بتاعه. يبقى اذا لما تحب تجيب اقصى فرق جهد يقيسه في التغيير يبقى اذا هيبقى في اللي هو اقصى فرق جهد يقيسه في التغيير بتساوي ار جي افتح قوس ار جي زائد ار وهتعوض بمين؟ باي جي. مين اي جي ده؟ اقصى تيار يمر في الفولتاميتر ويجعل مؤشره ينحرف الى نهايه تدريبه. اللي كان بيودي المؤشر نهايه تدريبه طيب قدره كام؟ 1/30. هل فعليا هو المؤشر هنا؟ لا المؤشر موجود هنا. عشان كده هنا اختلف اقصى حاجه ممكن يحصل في التدريبه عن قراءه التدريب. يبقى انت لما بيجي يطلب القراءه اشتغل هو زي الفصل الاول فرق جهد هنا بيساوي فرق جهد هنا. لكن اقصى قراءه بتعوض من اللي بيودي المؤشر لنهايه التدريب اللي هو كنا ده اللي هو 1/30. هل المؤشر في نهايته؟ لا بس انت طلبت اقصى حاجه، اقصى حاجه يبقى تبص على نهايه الايه؟ ار ام عندنا بكام؟ هو اداني ار ام 144. ار ام على التوالي مع كام؟ مع المقاومه اللي هي 30 اوم، يبقى هنا زائد 30، يبقى يطلع لك باذن الله 5.8. يبقى دي القراءه، يبقى ده الفعل، اقصى حاجه بتبص الى نهايه الايه؟ يبقى اول ما نشوف نقطه يبقى لازم تروح تحسب حاجه، وطالما قال لي المؤشر انحرف في نهايه التدريب يبقى لازم نحسب كام الاي جي وده اللي هنعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاوميتر بيبقى في الاوميتر اي شيء اكبر من اي. تمام؟ بينما في الاوميتر الاي هو الاكبر من اي شيء. ليه؟ لأن دائرة الأوميتر دائرة الأوميتر دائرة التواني. فالأوميتر هنا كان عبارة الأوميتر المعطية عبارة عن جلفروات. ده هنا 0 أمبير. نهاية التدريب اللي هو أي جي بتساوي 400 مايكرو أمبير. مقاومته 250 أوم. تصل بمقاومة عيادية اللي هي المقاومة الثابتة، المقاومة العيادية اللي هي المقاومة الثابتة كانت ب 3000 أوم. هنا في بطارية في دي كانت 1.5 فولت. أرسبول بصفر مهملة. ريوستات المدى بتاعه من 0 ل 65 65 6565 أوم.
هنا دول طرفي التوصيل اكس وواي. ده كده كله على بعضه كان اسمه الأمور. فهنا كان الدائرة مفتوحة فالمشي بيشيل صفر أمين. جينا حطينا هنا ار اكس اللي هي المقاومة الخارجية بصفر. فايه اللي حصل؟ هنا التيار اللي هيبقى ماشي عبارة عن رف النص على 3000 زائد 250، فالتيار اللي بقى بيمر في الوقت ده 466 وشوية مايكرو أمبير، يبقى المؤشر طلع بره نهاية التدريب 466 وشوية مايكرو أمبير. يبقى المؤشر عدى نهاية التدريب ب 66 مايكرو أمبير. يبقى كده ما وصلش للكارفالون رياكتا في الملف بتاعه بسبب وجود المقاومه العياليه. فقلنا في الوقت ده ايه هي وظيفه المقاومه العياليه؟ وظيفه المقاومه العياليه تقليل شده التيار المره في الاوميتر حتى لا يتلف ملف الجاذبيه. ليه؟ لان احنا لو شلنا دي، لو دي مش موجوده، فبقى بالتالي هنقسم قوة الدفع اللي هي 1.5 على 250 بس، يطلع التيار اللي ماشي في الوقت ده 3000 مايكرو أمبير، ونهاية التدريب 400، يبقى يطلع أكتر من نهاية التدريب بكتير جدا جدا جدا. يبقى إذا كان هيتلف ملف الكيفية. يبقى وظيفة المقاومة العيادية قللت التيار اللي ماشي، بدل ما التيار ماشي 3000 مايكرو خليته 466 مايكرو، يعني اكبر من نهايه التدريب بحته بسيطه. يبقى وظيفه المقاومه العياليه تقليل شده التيار المره في الاوميتر حتى لا يتلف ملف الاتجاه. يبقى دي وظيفه المقاومه العياليه، تقليل مثل شده التيار المره في الاوميتر حتى لا يتلف الكلام. طب هل ينفع المؤشر يتساب بره نهايه التدريب؟ ما ينفعش. من هنا جت وظيفه الريوستات. ابتدينا نزق الزلط ده شويه، فابتدى يخش جزء من مقاومه الريوستات. فبدل ما المؤشر معدي كده 460 مثلا، بقى 450 مايكرو برضه بعد نهايه التدريب. قمنا زقين الزلط ده كمان سنه، فمقاومه الدائره عماله تزيد، فتيار الدائره عماله يقل. كل ما بقعد ازود السنه من الاستاذ المقاومه الكليه بتزيد، تيار الدائره بيقل لغايه ما المؤشر جه هنا بالظبط. فلما المؤشر جه هنا بالظبط بقى المؤشر منحرف الى نهايه تدريج التيار. قمنا طالعين كده كاتبين ار اكس بتساوي صفر. لان الاوميتر ده علمه مقفوله. فالمقاومة المجهولة هنحطها هنا، والمفروض المقاومة المجهولة هنا بصفر، فأنا بعاين المؤشر هنا عشان يدل على المقاومة. يبقى إذا وظيفة الريوستات ده دخلنا منه مقاومة، خلت هنا ليه المؤشر بدل ما كان معدي نهاية التدريج التيار بقى عند النهاية بس، يبقى خلت المؤشر ينحرف إلى نهاية تدريج التيار وهو ما يمثل الصفر في تدريج الأوميتر. يبقى اذا الريوستات ده بلطف من مقاومه تجعل باذن الله المؤشر ينحرف الى نهايه تدريج التيار وهو ما يمثل صفر تدريج الاوميتر. يبقى خلي بالك انا عندي هنا وظيفه المقاومه العياديه اللي هي الثابته، تقليل التيار مرة في الميتر حتى لا يتلف الكافية. وظيفة الرسام نفس منه مقاومة تجعل المؤشر ينحرف في نهاية تدريج التيار وهو ما يمثل صفر وميتر. ليه؟ لأن هنا في طريق يقول لك إزاي تدخل مقاومة يقوم المؤشر رايح لنهاية تدريج التيار. لأن المؤشر كان معدي نهاية تدريج التيار. ده التيار كان ماشي قبل ما دخل قيمة من الرسام، كان التيار ماشي 466 مايكرو. لما دخلت قيمه معينه من الاستاذ ده بقى التيار 400 مايكرو امبير. فعلا دخلت قيمه من المقاومه بتاعت الاستاذ، فالتيار قل من 466 مايكرو الى 400 مايكرو امبير.
فكنا عايزين نحسب القيمه اللي احنا دخلناها من الاستاذ، يبقى اي جي بيساوي في بي على ار الاوميتر مجموع مقاومات الاوميتر زائد صفر ار، لان هنا اي جي ده نهايه تدريج التيار. هنا الاكس معوض عنها بكام؟ بصفر، لان طالما راح لنهايه تدريج التيار يبقى لازم الاكس كان بكام؟ بصفر. تمام؟ يبقى اذا دي 400 متر نهايه تدريج التيار. يبقى هنا 1.5 على ار او يطلع الار او بتساوي 3750. 3750 دي المفروض عباره عن مجموعه مقاومات الاوميتر اللي موجوده من هنا لغايه هنا، من اكس واي بتوع الاوميتر. يبقى دي ار سمول زائد ار جي زائد الار سي زائد الار في. الار سمول في المقاومه الداخليه بتاعت البطاريه. الار جي بتاعت الجلفان. دي ار سي اللي هي الكونستال العياديه اللي هي الثابته. ار في اللي هي المأخوذة من الميزان. في الاوميتر المعتاد ما كانش فيه ار سمول، ما كانش فيه مقاومه داخليه للبطاريه. الار جي عندنا ب 250 والار سي ب 3000، يبقى انت كنت بتدخل من الاستاذ المشكلة. يبقى كده هنا وظيفه المقاومه العياديه اللي هي السبب تقليل التيار في الاوميتر حتى لا يزال بنفس كده. وظيفه الاستاذ نقل من المقاومه. تاني على المؤشر من حرف الى نهايه تدريج التيار وهو ما يمثل صفر. وطالما هتقول اي جي يبقى في بي على ار. بعد كده بقى الجانب ابتدينا بقى نعاين الجهاز، ندخل ار اكس واحد. يبقى اذا هنا اصبحت المقاومه هنا بكام بقى؟ يبقى هتبقى هنا اي بيساوي في بي على ار او زائد ار اكس. الفي بي هنا 1.5 ار او ب 3750 زائد ار اكس. يبقى كده المقاومة الكلية بقت 3751 اوم، يبقى المقاومة الكلية زادت، شدة التيار هتقل، يبقى المؤشر يجي هنا. هطلع اكتب كام؟ هل 3751 اوم؟ لا، هكتب 1 اوم بس، يبقى اطلع اكتب ار اكس. يبقى احنا بنعين التدريج على المقاومة الكلية للميتر؟ لا، على المقاومة الخارجية فقط. عشان كده تدريج الاوميتر هيطلع غير منتظم ومتباعد من اليمين متقارب الى اليسار. ليه؟ لان شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومه الكليه للاوميتر وليس مع المقاومه الخارجيه فقط. وتم التدريج على المقاومه الخارجيه فقط. فانا لما اجي احط ار اكس هنا ب 2 اوم يبقى هتبقى اي بتساوي 3750 زائد 2. يبقى المقاومة بقى 3752، فالمقاومة الكلية زادت، فشدة التيار هتقل، يجي المؤشر هنا، هطلع اكتب ار اكس بكام؟ ب2، لأن أنا بعين على دي، فهيطلع التدريج غير منتظم. ليه؟ لأن أنت ضررت على الار اكس الخارجية بس، فلما الار اكس زادت للضعف، هل التيار هيقل للنص؟ لا، التيار هيقل بس مش هيقل للنص. فالمقاومة الخارجية زادت للضعف، لكن المقاومة الكلية ما زادتش للضعف، فالضرب ما قلش للنص. يبقى تدريج الاوميتر غير منتظم ومتباعد من المقارب الى اليسار، لان شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة الكلية للاوميتر وليس مع المقاومة الخارجية او المقاومة المطلوب بها صفحة. وتم التدريج على المقاومة المطلوب بها صفحة اللي هي المقاومة الخارجية. وزي ما انت شفت كده الاوميتر هو داير التوازن زي ما انت شايف. واي جي فعلا اكبر من الار. ليه اي جي هنا اكبر من اي؟ لان انت كل ما تحط مقاومه عشان تجيب قيمتها هي على التوالي، فالمقاومه الكليه بتزيد فالطيار بيجي. يبقى كده اي جي دايما هيبقى اكبر من الار. يبقى في الميتر دايما التوالي، عشان كده اي جي اكبر من الار. فاي مقاومه بتحطها عشان تكسب شده التيار بيمشي في الدائره دي. لكن الاميتر الاي هو الاكبر من اي جي. ليه؟ لان الاميتر دايما التوازي. داير التوازن بتاعت الاميتر يعني ايه؟ يعني الار جي والار اس المتصلين مع بعض على الكرسي. ادي الاي بتتجزا هنا اي جي زائد الار اس. يبقى في الاوميتر الاي جي اكبر لان دايره الاوميتر توازن. في الاميتر الاي هي اكبر من الاي جي لان هنا ترتيب دايره الاميتر توازن المجزا على الكرسي بتاعها.
يبقى إذا هنا قلنا تدريج الأوميتر بيكون غير متظم ومتباعد من اليمين متقارب من اليسار. يبقى هنا ده الجلفان بتاعنا هنا اللي هو الأساس، صفر تدريجه أقصى اليسار، إن أنا هحوله الأوميتر. فهنا لو المؤشر هنا رغم نهاية تدريجه أي جي، فيبقى أي جي يبقى المقاومة الخارجية كم بتصف. لو هنا المؤشر انعدم التيار، انعدم التيار يبقى انت فتحت هنا، يبقى التيار ما بيمرش، يبقى الار اكس ما لا نهايه، امبر مان. طيب يقول لك في الاوميتر متى ينحرف المؤشر الى نهايه تدريج التيار؟ عندما تكون المقاومه المفروض بيسا تصوصر، اي المقاومه الخارجيه تصوصر. ومتى ينحرف مؤشر الى صفر تدريج التيار؟ عندما تكون المقاومه المطلوب بيسا اي خارجيه اكبر من اللي هي بتكون ما لا نهايه. يبقى ده تدريج الهنا الجلفان بتاع تدريج منتظم. فهنا صفر، هنا اي جي، يبقى في النص هنا نص اي جي، يبقى هنا ربع اي جي، يبقى هنا ثلاث ارباع اي جي. فهنا ده كلام مختصر على اللي هو الاوميتر. وزي ما انت عارف ان تدريج الاوميتر عكس تدريج الاميتر. ليه؟ لأن الأميتر جهاز بيستخدم في المياه الشدة للتيار، فصفر تدريج الأميتر هيبقى أقصى اليسار. بينما الأوميتر جهاز بيستخدم في قياس المقاومة المجهولة بطريقة مباشرة، فبالتالي شدة التيار بتتناسب عكسية مع المقاومة، يبقى صفر تدريج الأوميتر هيبقى أقصى ليه؟ أقصى اليمين. يبقى إذا هنا تدريج الأوميتر هيبقى عكس تدريج الأميتر. ليه؟ لأن الأميتر جهاز بيستخدم في قياس شدة التيار، فصفر تدريج أقصى اليسار. والأوميتر جهاز بيستخدم في قياس المقاومة. تمام؟ والعلاقة أن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة. لذلك صفر تدريج الأميتر أقصى اليسار، إذا صفر تدريج الأوميتر هيبقى أقصى اليمين، لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة. هنبتدي بقى ناخد هنا ملاحظاتنا إن في الجلفان وفي الأوميتر آسف اي جي بتساوي بي على ار او، ار او دي مجموع المقاومات الداخليه للاوميتر. اذكر لي المقاومه الداخليه لل هنا المقاومه الداخليه للجلفان. المقاومه الداخليه اسم البطاريه اسم، المقاومه الداخليه للبطاريه. ار جي دي مقاومه الجلفان او مقاومه الاميتر زي ما انت عايز، لان هنا الجلفان والاميتر بالنسبه لي هيبقى مفهوم واحد. ار سي دي المقاومه العياريه اللي هي المقاومه الثانيه. ار بي المقاومه المحفوزه من الميوسين. في مسائل الاميتر مش لازم كل المقاومات دي في الضغوط، ده مش موجود في الشرايين. هنا شدة التيار بتساوي ار او زائد ار اس، طبعا ار او دي المقاومه هنا بتاعه الاوميتر، ار اس دي المقاومه الخارجيه اللي هي المطلوب قياسها. هنا لو جه قال لي عايز منكم بسم الله الرحمن الرحيم قيمه المقاومه الخارجية التي تدعم المؤشر ينحرف إلى ربع تدريج الجلفان، عايز قيمة المقاومة الخارجية في الأوميتر التي تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع تدريج الجلفان. يبقى عايز ار اكس اللي تخلي في اي بيساوي ربع اي جي. يبقى هنا ننزل ربع، ما احنا اتفقنا في الاوميتر الاي جي اكبر من الاي، يبقى اي بيساوي ربع اي جي.
هنا الاي جي يعبر عن في بي على ار او اي جي بي على والاي في بي على ار او سالب ار اكس. نقلب هنا ونقلب هنا. ليش بنقول في بي مع في بي؟ نقلب هنا ونقلب هنا. يبقى ار او سالب ار اكس بيساوي 4. ودي بالطرح يبقى ار اكس بيساوي 3. يبقى كانك بتقلب وتشيل واحده. حرف ربع تاني يقلبها يبقى ربع تبقى 4 شيل واحده يبقى 3. يبقى ار اكس بتساوي 3 ار او. بس تعالى انا حكيت شغله اشتغل منه. يبقى اذا هنا يبقى المقاومه الخارجيه بتساوي 3 مرات مقاومه الاولى. يبقى ار اكس بتساوي 3 فقط. تعالى ناخد مساله كان في امتحان تجربه 2015 جه عمل له هنا الرسمه دي وكتب له هنا بسم الله الرحمن الرحيم عمل له رسمه كده ادي 0 امبير وهنا 500 مايكرو امبير وعمل وهنا كتب ار اكس بتساوي وهنا ار اكس بتساوي ما لا نهايه وعمل كده وهنا 9 كيلو اوم. اللي بيتكتب على هنا كمقاومات يبقى دي الار اكس. يبقى دي معناها اللي كتبها كده الار اكس. لان هو المؤشر بيتضرب على القيم المقاومه الخارجيه اللي هي اسمها الار اكس. تمام نمشي مع بعض. طالما ار اكس بتساوي صفر يبقى المؤشر هنا طالما ار اكس بصفر يبقى المؤشر انحرف الى نهايه طريق الطيارة. ار اكس بصفر اهي يبقى ده اي جي. يبقى القيمه دي ال 500 مايكرو امبير يبقى ده قيمه الاي جي. وهنا ده صفر. يبقى صفر وهنا اي جي يبقى ده نص اي جي. يبقى ده ربع اي جي. يبقى ده ثلاث ارباع اي جي. فهنا طلب مني بقى احسب قيمه مقاومه الاوميجا. تمام؟ يبقى بيشتغل في مقاومه الاوميجا. هنا الار اكس اللي هي 9 كيلو اوم يعني 9000 اوم خلت المؤشر يروح الى ربع التاني. يبقى اي بتساوي ربع اي جي امتى؟ لما الار اكس بتساوي 9000 اوم اللي هي 9 كيلو اوم. يبقى اذا ادي ربع واللي احنا عملناه لسه من شويه في بي على ار او زائد ار اكس وهنا في بي على ار او. في بي مع في بي اقلب هنا ولا هنا يبقى ار او زائد ار اكس بتساوي 4 ار او. يبقى ار اكس بتساوي 3 ار او. واحنا عندنا ار اكس 9 كيلو اللي هي 9000 بيساوي 3 ار او. اقسم على 3 اقسم على 3 يطلع لك الار او بتساوي 3. اللي احنا بنقول هنا ده الحرف ربع التنين ربع 4 شيل واحده يبقى 3 يبقى الار اكس بتساوي 3 ار او. الار اكس 9000 مقارنه بالار او 3 بص كده هنا بعد كده طلب الار او طلب بعد كده في بي. يبقى اذا اي جي عندنا بتساوي في بي على ار او. الاي جي عندنا 500 مايكرو امبير المايكرو 10 اسرة 6 ال في بي ده اللي عايزه الار او عندنا جبناها دلوقتي 3000 طرفين فصلين يبقى ال في بي 1.5. يبقى خلي بالك يا شباب اما امبير ده 100 امبير ب 10 اسرة 3000 ميو اللي هي بقى مايكرو بقى مايكرو امبير 10 اسرة 6 هنا ان سمول امبير يبقى ده نان 10 اس ناقص 9 امبير. تمام يبقى دي مساله على الميتر. في مساله ثانيه بتسال الميتر مثال عن المساله. تعال نشوف المساله الثانيه. بيقول لك الميتر
مقاومته مثلا 4 فولت. يبقى هنا أميتر مقاومته 4 فولت. نهاية تدريب مثلا 15 ملي أمبير يتصل ببطارية قوتها الدفع الكهربية 1.5 فولت. احسب قيمة المقاومة العيانية. يبقى كده عايز بار سي، يبقى عندنا مفيش ار في في المسألة، مفيش فيزيكال. يبقى هنا أميتر هعتبره كأنه جلفان، جهاز الأولاني بعتبره جلفان يا جماعة، أنت بتتعلم. يبقى إذا هنا اي جي بتساوي في بي على الأرض. هنا الاي جي بكام؟ ب 15 مللي في 10 أس ناقص 3. الفي بي 1.5 على الأرض. يطلع الار او هنا ب 100 اوم. خلي بالك الار سمول هنا كنا بنقول ايه؟ تثبت لك قوتها دفع الكهربائي 1.5 فولت مقاومتها الداخليه 1 اوم. خلي بالك بقى المقاومه الداخليه البطاريه جزء من الار او، عشان في ناس بتعوض بيها مرتين. يعني انا ار او دي بتشتمل على ايه بقى؟ فرق ار او عبارة عن ار سمول زائد ار جي زائد ار سي زائد ار في. ار او دي المقاومة هنا بتاعت الاوميتر، عبارة عن المقاومة الداخلية للبطارية. يبقى الواحد او دي ما تقعدش بيها مرتين، دي جزء من الار او، ما تجيش هنا تقول ار او زائد واحد زائد ار سمول. لا، الار او دي بتحتوي على المقاومة الداخلية للبطارية زائد ار جي اللي هي بتاعت الجلفان او الاميتر. ار سي اللي هي العياديه اللي هي السبب. ار في دي المحفوزه من الريوستات. هنا ما عنديش مشكله. احنا كده جبنا الار او 100. المقاومه الداخليه البطاريه 1 اوم. يبقى ما تجيش تقول لي اي جي بتساوي في على ار او زائد ار سمول. ليه؟ لان ار سمول جزء من الار بتاعتك. معوض كده. زائد ار جي ب 4 اللي هو الاميتر بتاعه زائد ار سي. يبقى ار سي هنا تطلع ب 95. يبقى دي المقاومه العاديه. بعد كده يقول ثم احسب المقاومه الخارجيه التي تجعل المؤشر ينحرف الى ربع تدريج التيار. يبقى هنا عايز الار اكس اللي تخلي اي بتساوي ربع اي. يبقى هنا في بي على ار او زائد ار اكس بيساوي ربع الاي جي، يعني في بي على ار او. دي راحت مع دي ايه اللي مش الواحد اللي هي ار او زائد ار اكس بيساوي 4. هو بالطرح يبقى ار اكس بتساوي 3 ار. وانت عندك ار او بكام؟ ب 100. يبقى هنا 3 في 100. جاب فلوت مقاومته 250 اوم. ده جاب مقاومته 250. ده صفر أم نهاية تدريبه. يبقى ده الأي جي 400 مايكرو أمبير يتصل ببطارية 1.5 فولت ومقاومتها الداخلية 1 اوم ومقاومة عيارية ار سي بتساوي 3 اوم. وريوستات المدى بتاعه من صفر الى 2000. طول هنا الوقت. يبقى ده النقطة دي. عايز
كل واحد توالي احسب القيمه المحفوظه من الريسك. قيمه هنا بنوصل على الاكس نفسه يبقى اي جي بتساوي في اي على الطول. الاي جي عندي من 400 مايكرو امبير، بسم الله الرحمن الرحيم، 400 في 10 اس بلس. الفي بي 1.5 هيطلع لي الار او هنا باذن الله 3750. الار او ميتر عباره عن ار سكوير زائد ار جي زائد ار سي زائد القيمه المحفوظه من المشتريات. ار سكوير ب 1 والار جي ب 250 والار سي هنا ب 3000. دي اسمها مش مقابل الاستاذ المحفوظ من الاستاذ. يعني مش هقعد ب 2000، لا انا هجيب هاخد كامل. يبقى زائد ار في بتساوي 3750. هيطلع لي باذن الله ار في بتساوي 499. يبقى انا ما خدتش ال 2000 كلهم، خدت منهم 499. ثم احسب قيمه المقاومه الخارجيه باي بتساوي في بي على ار او زائد ار اكس. يبقى عايز نمشي الحرف الربع تقديم الجدول. يبقى اي بيساوي تعالى هنا اي بيساوي 3 ارباع اي جي، لان احنا متفقين في الاوميتر اي جي هنا الاكبر من ار. يبقى الاي بي بتساوي في بي على ار او زائد ار اكس. وهنا 3 ارباع في بي على ار او. ما اي جي بتساوي في بي على ار او والاي بتساوي في بي على ار او زائد ار اكس. في بي مع في بي. اقلب هنا واقلب هنا. ار او زائد ار اكس بتساوي 4 3 ار او. يبقى ودي بالسالب يبقى ار او بتساوي تلت ار اكس بتساوي تلت ار او. اللي احنا بنقول اقلب وشيل واحد، 3 على 4 اقلب 4 3 شيل واحد منها يبقى تلت، يبقى ار اكس بتساوي تلت ار او. احنا عندنا الار او جبناها على بعض كلها بكام؟ ار او طلع ب 3750. يبقى يطلع هنا 1250. يبقى دي المقاومه.